حاليا سوق الاعلاف منطقة الري، حاليا سوق الاعلاف منطقة الري. قاعد تحترق والمحلات قاعد يطلعون الطيور اللي عندهم داخل. حاليا سوق الاعلاف الساعة 8:00 مساء، سوق الاعلاف بالري. سوق الاعلاف اليوم تاريخ 20 الساعة 8:10 بالليل. هذا سوق الاعلاف، شوفوا يا جماعة احترق. الطاعينين الله يعطيهم العافية، والله تعبانين مساكين، طاحوا منهم اثنين ماي ثلاثة، الله يرحم حالهم. شوفوا شلون قام يشم سوق الاعلاف.